حطيتونا بمطرح انه نحن صرنا مخلفين للقانون. نحن وقت عم نفتح محلاتنا عم نفتح اليوم مش لنربح مصاري، ما بتصور ولا مؤسسة اليوم عم تربح. عم نصفي مؤسساتنا لندفع معاشات موظفينا. فوق هيدا وكله بيوصل الدرك بيعملوا لنا محاضر ضبط، أنا شخصياً صرت آكل 12 محضر. بين إني آكل محضر ضبط. أنت جسمك لبيس ما عندي مشكلة بصراحة، بس إني آكل محضر ضبط أو أدفع معاشات موظفيني، بفضل أدفع معاشات موظفينا. هيدا الشيء ما بيقدر يستمر هيك. لازم نعرف انه عم نفتح لندفع معاشاتنا مش لنربح. وقت اللي كنا نربح كان فينا نضحي، اليوم ما بقى فينا نضحي. ما راح طول اكثر من هيك، بس اللي حكيوه الزملاء بتصور بيعبر عن ارائنا كلنا سوا. الموجود اليوم العالم الموجودين بحيلا سوبر ماركت او فرن نتمنى نشوفهم كل الشهر بمحلاتنا. الكورونا بتقطع هونيك بس ما بتقطع عنا، الكورونا بتضر عنا بس انه هونيك ما خصهم فيها. استاذ شارل اسمح لي، بس الضبط ال 50,000 ليره لليوم مفرد او مجوز ما عم بفهم شو الهدف منه. نحن اليوم ببلد مفلس، مفروض نشتغل 24 على 24. المساجين بحبس رومي ولا ببقيه الحبوسه ما عم بفلوا لانه ما في حدا، ما في قضاة يطلعوا بالاحكام لانه ما بيشتغلوا. مفروض يا جماعه نحن قطاع خاص وقطاع عام نشتغل 24 على 24 ببلد مفلس، هيك بنوقف بلدنا على اجريه. مش بنسكر ونروح نقعد بالبيوت. انا اكيد انه معلي فلي الحج، انا كصاحب مؤسسه اربح لي سكر، وانتم اليوم عم تعطوني الحج انه اقول لموظفين فلوا على البيت، روحوا دبروا حالكم مع الدوله واطلع ارتاح ببيتي او سافر وبعيش بحي الله بلد بكرامه. عرفتونا اياها يا جماعه، ما بقى فينا نكفي هيك. اذا واحد نزل على شغله بده ياكل ظبط، واذا قاعد بشركته تيدفع معاشات موظفينه بده ياكل ظبط. هيدا الشيء ما بيقدر يستمر. اذا الموضوع تحطونا بتحدي معكم، مش مفروض نحط بتحدي بوجه بعضنا، مفروض ننسق مع بعضنا. عم تحطونا بهذا المطرح، ما بقى فينا نسكر. كل تجار لبنان ما بقى يتحملوا يسكروا. اعذروني اذا عم بحكي بهالانفعال، بس بعرف نحن وموظفينا عن شو عم نعاني. لا انا بفهم. كنت بتمنى معالي الوزير انه حدا يحكي مع المصارف انه خفض الفوائد تبعها. بتصور ولا في ولا واحد من المودعين بيقبض اكثر من 0.5%، بالوقت اللي مؤسساتنا اللي اخذ مصاري هي وموظفينا من المصارف اقل واحد بيدفع 6.5 و7 و8%. هيدا فيه عدل؟ شي مرة حكينا مع المصارف؟